على الرغم من ذكائه وفطنته، إلا أنه وقع ضحية لحب امرأة مجهولة. إنه الأديب عبد القادر المازني. ما سر الرسائل المتبادلة بينه وبين الحبيبة المجهولة؟ وكيف انتهت حكايتهما؟ هذه حكاية جديدة من حكايا الأحبة. ولد في أغسطس 1890 وتوفي عام 1949، وهو أديب مصري ساخر. تعود أسرته إلى المنوفية. كانت المرأة في هذه المرحلة منعزلة عن عالم الرجال، ولم يكن المجتمع قد سمح لها بالخروج للتعليم والمشاركة في الحياة العامة. وذات يوم التقى بشاب اسمه عبد الحميد رضا، سلمه رسالة قال إنها من إحدى السيدات وأنه يعمل عند هذه السيدة. قرأ المازني الرسالة فإذا بها رسالة إعجاب وتشجيع، وكانت موقعة باسم فاخرة. كانت هذه الرسالة التي أرسلتها فاخرة للمازني بداية مجموعة ممتازة من الرسائل كتبها متوهما أنها تصل إلى هذه السيدة، وكان خادمها يحمل الرسائل منها إلى الكاتب ويأخذ الرد. بدأ المازني يتعلق بها ظنا أنه وجد الإلهام الذي يتمناه، وكانت رسائله إلى هذه السيدة بمثابة الكشف عن دواخله النفسية الكاملة وما يعانيه من جفاف عاطفي بسبب المجتمع المنغلق. استمرت وتيرة الرسائل المتبادلة، وأرسلت السيدة صورتها الفوتوغرافية له، ثم طلبت استردادها، فكتب لها المازني يقول: إني مسكين وإني محتاج إليك، وإني معذور إذا جننت، ولكني سأحتفظ ببقية عقلي من أجلك لتطيريه لي حين تقابلينني. وأضاف: سامحيني، فإن عقلي ليس معي، عقلي مع الصورة التي أعيدها إليك، وقلبي يتمزق. لي رجاء صغير، أعيدي إلي الصورة مع كل رسالة منك لأنظر إليها وأتزود، ثم أعيدها لك إذا كنت لا تريدين أن أبقيها عندي. أعيديها إلي، أستحلفك بأعز عزيز أن تعيديها إلي لأراها مرة أخرى. لكن هذه القصة الحالمة انتهت نهاية قاسية، فقد اتضح أن الشاب الذي ينقل الرسائل بينهما هو نفسه من يكتب رسائل المرأة، وأنه لا وجود لهذه المرأة في الحقيقة. وأخذ الشاب الرسائل ونشرها في إحدى المجلات، مدعيا أن كل ما أراده هو تحريك مشاعر الكاتب ليكتب قطعا أدبية فريدة. لكن لا شك أن هذه التجربة حملت ألما كبيرا لقلب أديبنا.